عنوانها التوتر يا كابتن فضل. زي ما قال الكابتن عمر نقطه من 6 نقاط للاهلي والاتحاد السكندري، وبالتالي حاله من التوتر عند حسام حسن وعند موسيماني. اي مباراه طرفها حسام حسن يبقى فيها توتر، ليه؟ خصوصا في الاجواء دي، ان هو مدرب كويس قوي، مدرب عاوز يكسب، فبيلعب جيم مفتوح دايما. ماتشات الاهلي واي فريق موجود فيه حسام حسن بيبقى فيها تركيز شديد، زي مدربين فنيين المميزين زي ايهاب جلال، زي علي ماهر، بتبقى بيبقى ليها طبع خاص. فطبعا التوتر الايجابي مش التوتر السلبي، قصدي طبعا ان هي بتبقى مباراه حلوه فيها كوره، وبيبقى فيها كل مدير فني عاوز يقدر ان هو يكسب، وخصوصا ان الفتره اللي فاتت موسيماني طمع الفرق بعد، حتى بعد نتيجه المحله، المحله لعب ماتش جيم جيد جدا. يمكن تصريح كابتن سيد حفيظ ان الاهلي كان سيء، فعلا كان سيء، كان المحله كان في كل حاجه كابتن، في جميع الخطوط كان احسن من الاهلي. فاكيد طبعا اي مدير فني هيبقى عاوز الماتش ده ينزل يقدر يعمل نتيجه ايجابيه.